حكم الفوائد الناتجة من وضع أموال تطبيقا لأحكام محكمة الأصل القصر في البنوك. هناك اتجاهان في مثل هذا. الاتجاه الأول أنك تتورع عنها إذا بلغت تورع عن أموال وخذ أصل رأس مالك، وهذا الأسلم في الدين. الاتجاه الثاني أن الإثم تتحمله الأجهزة المسؤولة في الدولة إذا ثمرت المال تثميرا خاطئا في البنوك الربوية، ولك أن تأخذه لأنك مجبر، أجبروك على أن يأخذوا مالك رغما عنك ويثمرونه بطريقتهم التي يعرفون. فهناك اتجاه أنك تأخذ المال تثم عليهم، والاتجاه الثاني الذي ذكرنا قبله اتجاه الورع، أن تقتصر على أصل مالك. لكن قد يكون هناك ضرر بالغ آنذاك، تمر 15 عاما على المال والمال تنخفض قيمته حينئذ. فأقول الوجهان قائمان في الفتية، وإن كان الأحوط الاستبراء للدين هو الأحوط، والله أعلم.